بعد نهاية فترة التوقف الدولي الذي خاض فيه منتخبنا الوطني الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم ونجح في قطع تأشيرة المرور إلى المحفل القاري، يعود الأهلي لاستئناف منافساته المحلية والقارية. مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا هي التحدي القادم للنادي الأهلي على أرض الأشقاء السودانيين، ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 7 نقاط جمعهم من انتصارين على كل من المريخ في القاهرة بثلاثية نظيفة وفيتا كلاب في الكونغو بنفس النتيجة، فيما تعادل مع بطل الكونغو في القاهرة بهدفين لكل فريق وخسر أمام سيمبا التنزاني في دار السلام بهدف دون رد. ويسبق الأهلي في الترتيب بطل تنزانيا برصيد 10 نقاط فيما يحل المريخ رابعا برصيد نقطة واحدة. الفوز وحده هو هدف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي يسعى إلى الصعود كأول المجموعة، والفوز على سيمبا في القاهرة لضمان التأهل كأول المجموعة. ويستكمل الأهلي أيضا بقية منافساته المحلية بلقاء النصر في كأس مصر قبل لقاء القمة مع الزمالك في منتصف أبريل المقبل، وهو اللقاء الذي يعول عليه المدرب موسيماني الكثير في حسم قمة المسابقة المحلية مع الفوز بمؤجلاته، ليحلق النصر الأهلاوي على صدارة جدول المسابقة من جديد للحفاظ على لقبه الغالي الذي احتكره في السنوات الخمس الأخيرة. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. طبعا الأهلي بيواصل استعداداته عشان المنافسات القادمة واللي هتبتدي إن شاء الله يوم السبت الجاي بمواجهته مع المريخ في السودان. هنتكلم عن تفاصيل الاستعدادات وعن تحديات المرحلة القادمة مع ضيفنا العزيز كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل عليكم، نورنا. بونجور يا كابتن، والله بنبقى مبسوطين وحضرتك معانا بجد. أنا ببقى مبسوط أكتر، بنتفائل كده وبتبقى الماتشات اللي جاية وشها حلو يعني. يا رب يا رب دايما إن شاء الله بإذن الله. طبعا عندنا بقى يعني مواضيع كتير نتكلم معاك فيها، بس تعالى نبتدي برؤيتك ورأيك في أداء لعيبة النادي الأهلي مع المنتخب الفترة اللي فاتت. يعني أنا هحكم على أداء لعبة النادي الأهلي في ماتش فيتا كلاب الأول. طبعا دي خطوة كانت مهمة جدا بالنسبة طبعا للعيبة وللنادي الأهلي وإثبات الوجود وتحسين الأوضاع في طبعا المباريات عشان طبعا في المجموعة عشان التأهل، وعودة هيبة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي اللي راجع ببرونزيت كاس طبعا عالم الانديه وبطل افريقيا حامل اللقب. فكان مهم قوي انه لازم يعمل نتيجه كويسه في مباراه فيتا كلاب ويعمل اداء كويس، والحقيقه كان مكسب كويس واداء كويس بيطمننا على المرحله اللي جايه، وفي نفس الوقت بيدي يعني الارم كده للفرق ان انا البطل ممكن يكون ريح شويه نتيجه للضغوط المباريات ونتيجة للإرهاق وجاي من كاس عالم للأندية وإصابات وحاجات كتيرة، إنما البطل هو البطل. لأن أنا ما ببصش النادي الأهلي، ما ببصش إن هو يعني يصعد للأدوار التانية، لا، الأهلي دايما بيبص للبطولة التاسعة وإن شاء الله العشرة، ويعني تتولى طبعا البطولات. ده يخلي لعيبه الاهلي يبقوا منورين في وسط المنتخب. بالظبط، الحقيقه كان من اهم الـ 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 يعني الاشياء في الموضوع ده ان التاهيل النفسي كان كويس قوي للنادي الاهلي في ماتش فيتا كلاب. طبعا ماتش قديم فمش عايزين نتكلم عليه كتير، بس ده يجرني بقى طبعا للمنتخب. دايما النادي الاهلي لعبته عنصر اساسي في المنتخب المصري على مدار اجيال كثيره جدا، والغالبيه العظمى من قوام منتخب مصر هو دايما من النادي الاهلي. ولو نفتكر الفتره بتاعه كاس الامم 2006 و8 و10 اللي مصر حصلت عليها، كان القوام الاساسي بتاع منتخب مصر هو لعيبه النادي الاهلي، وكان دايما المقوله بتقول ان لو النادي الاهلي كويس ولعيبه النادي الاهلي كويسه يبقى المنتخب هيبقى كويس. والحقيقه ده شفناه بقى لو رجعنا بقى للمباراة المباراتين بتوع كينيا وجزر القمر. طبعا الاول يعني حسام البدري برضو معذور شويه يا جماعه، لان ظروف المنتخب الفتره دي مش واخد حقه في التجهيز والتجمعات زي الفترات اللي قبل كده. قبل كده كان بيبقى فيه توقفات كتير
والتجمعات كثيره للمنتخب ومباريات وديه. عشان بس ده كل كابتن حشيش يعني ده مش على مصر بس، ده الوضع العام سواء يعني على الدول المشاركه او حتى على العالم. طبعا احنا بنتكلم برضو على يعني معظم المنتخبات الافريقيه دلوقتي عندهم كم كبير جدا من اللعيبه المحترفه. يعني مش يعني سيبنا من المنتخبات الاوروبيه، هنتكلم على المنتخبات معانا في القاره. يعني لو اتكلمنا على الكاميرون، على السنغال، على مالي، ارقام كبيره جدا جدا في اللعيبه محترفه بره. فاللعيب المحترف ده ما بيفرقش معاه التجمعات، اللعيب وصل لمرحله كبيره جدا من المستوى، من الخبرات، من المنافسات الخارجيه اللي بيقابلها في الدوري الانجليزي والالماني والاسباني والايطالي. احنا برضو لازال اعداد اللعيبه المحترفه عندنا قليله، عشان كده احنا برضو يعني هتجرنا الحاجه بعد كده، احنا لازم نفتح الاحتراف عشان ما نجيش نقول مثلا احنا عندنا ثلاثة بره بنجيبهم بالعافيه. لا، لازم يبقى في اعداد اكثر من كده، لان الاحتراف بيضيف للعيب مستويات عاليه وبالتالي بينعكس على منتخب مصر. المجموعه اللي كابتن حسام ضمها مش معقوله هينزل من اول مباراه باداء يعني مبهر، باداء مبهر ونتيجه جامده، وبدليل ان احنا الحمد لله شفنا تغير كبير جدا في اداء المنتخب من المباراه الاولانيه بتاعت كينيا للمباراه الثانيه. شفنا اداء كويس وفي انسجام وفي حاجات كتيره. انا باخد بس على يمكن الجهاز الفني في المباراه الاولانيه بتاعت كينيا، ما كانش فيه تاهيل كويس، واحنا هنرجع نقول، انا هقول مره واثنين وثلاثه، التاهيل النفسي وخلق الدوافع الكبيره للعيبه هو ده الفيصل في الاداء. لان انا ممكن اجيب لعيب محترف من بره واداؤه ما يبقاش يمكن اللعيب المحلي يبقى احسن، وانا مش هقلق ان انا اتكلم بالنسبه مثلا لاحسن المحترفين عندنا وهو محمد صلاح. محمد صلاح في المباراه الاولانيه اداء طبعا دون المستوى. احساسي كمان بصلاح انه بيشيل رجله من على الكوره، مش عايز يضغط او يلتحم في الكرات. فطبعا لما تيجي تبصي على الاداء ده، لا انا ممكن واحد محلي لسه متعطش انه يلعب منتخب مصر يبقى احسن منه. اللي تداركه بقى بعد كده صلاح في المباراه الثانيه، انما المباراه الاولانيه بصراحه يعني، وهو برده معذور لانه زي ما بقول لك التجمع بتاع المنتخب، لو في تجمعات قبل كده اللعيبه لما تيجي بتفصل شويه ما بين اهدافها اللي بره اللي بتلعب فيها هناك في الدوري مثلا الانجليزي. لو هنتكلم على صلاح عنده مباراه مهمه جدا مع ريال مدريد في بطوله اوروبا طبعا، فجاي بيلعب مره واحده كده في يوم وليله مع كينيا، في كينيا مع منتخب مصر، وهو يهمه طبعا كم مره هيقابل صلاح ريال مدريد و و و و فطبعا كان الحته دي فارقه معاه وفارقه مع المحترفين اللي كانوا موجودين. شفنا مصطفى محمد مفيش خالص خالص، تريزيجيه كان هنا، بس عدم التوفيق ده برضو يعني ربما يكون وقتي، لان مصطفى محمد بصراحه لعب كويس. هو طبعا جداً من اللعيبه يعني المتالق في ده، مش عدم توفيق في الحاله دي بقى. انا عايز اقول ان هي مش مساله يعني، في حاجه اسمها عدم توفيق وفي حاجه اسمها انا ادائي مش كويس، انا ما بعملش اللي عليا. حضرتك شايف هو كان عدم توفيق ولا اداء مش انا شايف ان اداء غير مقنع بالنسبه لمحمد صلاح، بالنسبه لمصطفى محمد لا مش كده. طب ما الكلام ده بقى معناه ان يعني الاحتراف اللي حضرتك بتطالب بزياده اعداد اللعيبه فيه، طب ما هو كده مش جايب همه بقى لك بره في دماغه، فيبقى خايف على نفسه، فما ده هينعكس بالسلب على المنتخب. هو ده بيرجع بقى لدور الجهاز الفني، ان انا ازاي انقل اللعيبه دي من الاهداف بتاعتها اللي جايه بيها للهدف الاساسي وهو منتخب مصر. لان المفروض والطبيعي ان انا كلاعب انا بحترف عشان افيد منتخب مصر طبعًا، وافيد نفسي. وهي اضافه لاي لاعب برضو انه بيشارك طبعًا، يعني طبعًا حاجه طبعًا تحسب ليه. حاجه اساسيه انك تلبس تيشيرت بتاع البلد بتاعتك وتمثل مصر وتعمل انجازات مع منتخب مصر. بس زي ما بقول لك هو فرق التوقيت كان يعني صعب، الناس جت كده في يوم وليله كينيا ماتش ما تضربوش مع بعض يمكن تمرين واحد ولا يعني. حتى شفنا حجازي جه على هناك ما جاش على القاهره، ده برضو بيدي مؤشر برضو يا كريم انا هوند على يعني انا لو ماسك منتخب مصر مش هيبقى فيصل عندي لعيب محترف او لعيب محلي. لان احنا مثلا في البطولات اللي جابتها مصر قبل كده كان قوام المنتخب كله محلي، واخد بالك ازاي؟ وكنا بنلاعب محترفين جامدين جدا في الكاميرون وفي غانا وفي الحته.
فهو الفيصل عندي هو الأداء والروح، لأن الكرة من غير روح ومن غير دافع قوي، لو انت بليه انا اتكلم على بليه عشان انا من الاجيال الحلوه دي، فدي ده مهم قوي ان انا يبقى عندي دافع وان انا عايز اعمل يعني بطوله وعندي هدف وعندي طموحات وعندي دافع ان انا العب. شفنا الكلام ده اتغير في الماتش الثاني الحقيقه، لا شفنا تغييرات في المباراه، يمكن بعض التغييرات دي تناسب طريقه اللعب اللي بيلعب بيها كابتن حسام. يعني انا شايف ان وجود، لو هنتكلم فني شويه، ان وجود مثلا محمد صلاح وتريزيجيه مع مصطفى محمد، طريقه اللعب بتاعه محمد صلاح وتريزيجيه ما بيلعبوش على الاجناب، هم اساسا بيلعبوا من اختراقات من النص، فده بيقفل برضه على راس الحربه. وفي نفس الوقت راس الحربه اللي زي مصطفى محمد لعيب كويس قوي وبيجيد الكور العرضيه واللعب بالراس، محتاج حد وينج اللي هو الونجات اللي بتلعب على الخط وتلعب العرضيات الكتيره، فدي يعني ما كانش فيه تناسق شويه في الناحيه الهجوميه. لو بصينا على الماتش اللي بعده اما نزل محمد شريف مش راس حربه محطه رئيسي، محمد شريف من النوع اللي بيجري فيه، من احسن الناس اللي بتتحرك في التلت الاخير وبيخلق مساحات وبيطلع بره وبيخش جوه، فالشغل بتاعه تناسب مع لعبة تريزيجيه ومحمد صلاح. فشفنا الخط الهجومي الماتش الاخير، ما تعرفيش مين اللي بيلعب في راس حربه، ما تعرفيش مين بيلعب الجناب. شفنا محمد صلاح جاي من الحته بتاعته وداخل على جوه بيحرز هدف، محمد شريف كذلك كان بيطلع على الاطراف. شفنا قفشه بصراحه كبلاي ميكر يعني اكثر من رائع، عاد مره ثانيه طبعا قفشه ده جاي الدور عليه، دي حاجه ثانيه لانه بقى من القوام طبعا او من الاساسيين او العمود الفقري بتاع منتخب مصر، ويكاد يكون هو دلوقتي الاوحد في الحته بتاعته يعني. صحيح. فاللي انا عايز اقوله ان حسام برده ما خدش الفرصه بتاعته انه يشوف يجرب. لازم تجربي ده مع ده، وبرده هنقول ان مش شرط لعيب يبقى كويس قوي او الثلاثه كويسين قوي ينسجموا مع بعض، هو انا بلعب ازاي وواجبات الطريقه دي عامله ازاي واللعيبه اللي تتناسب مع الطريقه بتاعته. شفنا بقى برده طبعا لعيبه النادي الاهلي، محمد هاني عمل مباريات طبعا قويه جدا جدا وحاجز مكانه في ناحيه حته الباك رايت، ما كانش فيه فرصه لايمن اشرف ان هو طبعا نتيجه للاجهاد، والحمد لله انه برده ما اشتركش عشان برده احنا عندنا مباراة مهمة هنتكلم عليها طبعا، المباراة الإفريقية، في غياب طبعا لسه علي معلول. المنتخب طبعا قدر يحسن الصورة بالنسبة للجمهور المصري بالنتيجة وبالأداء. طبعا هنرجع نقول برضو الفنيين إن مش مقياس برضو جزر القمر، أكيد كون إنها كانت أول مجموعة أو كده، إنها برضو يعني نتيجة لظروفنا إحنا اللي تعثرنا فيه المباراة من البداية، لكن هي ليست بالمنافس القوي تماما يعني، ومحتاجين تماماً. شغل كبير، ومحتاجين ان احنا يعني نعمل عمليات احلال وتبديل في الملعب لغاية ما نوصل على القوام الرئيسي. ما يفرقش معايا اذا بقول محترف او محلي، ندي فرص، ما انا ممكن اكون جانبني التوفيق في الاختيارات في بعض المراكز او في ناس ما تمش اختيارها ممكن استعين بيها في الفترة الجاية، احنا لسه عندنا التصفيات ولسه عندنا أمم إفريقيا السنة اللي جاية، فكل ده بيدي فرصة لحسام إن هو يجتهد. بس الأهم يبقى اتحاد الكورة اختار الكابتن حسام البدري مدير فني المنتخب المصري نقطة، ونتكلم بقى نساند جمهور إعلام، لازم نعمل الدعم الكافي. لو احنا بعد ماتش كينيا كان المدرب اللي موجود ده مدرب أجنبي ولسه جايبينه من بره ومتعاقدين معاه وعمل نتائج، كانت الناس عملت ايه؟ لا اعتقد كانت هتثور برضو كابتن حشيش، خلينا نبقى بس عايز اقول لك حاجه، وهيقول وقتها اللي جايبينه لنا ده من بره، بس اقول لك على حاجه، كنا وفرنا الارشينات ده كنت هتلاقي رد فعل. بس انا هقول لك على حاجه كريم، كان ممكن يقول لك ايه يا عم الراجل لسه جاي برضو لسه ما عرفش الفرقه واصل كذا واصل كذا، زي ما عملنا ممكن يترقع له بقى بعد كده. هو انا هتفق في جزئيه، لان بعض الهجوم اللي كان على كابتن حسام البدري ما كانش ليه علاقه قوي بالحته الفنيه، على قد ما كان ليه علاقه بالمرتب وبالابتسامه وكمان وعايز يعني اقول لك وعايز اقول لك بالاهواء برضو والالوان الالوان اتدخلت بعضه برضو في بعض الاوقات،
وبعدين انت مالك بيه ان هو مكشر ولا وشه كده ولا طب ما حسام طول عمره كده معانا. ايوه يعني واحنا في الملعب احنا زمايل في الملعب. هو طول عمره جد، حتى في اوضه اللبس كان ما بيحبش يعني من اللعيبه اللي ما بيحبش حد يهرج معاه. ايوه في هي بتبقى شخصيات على كل حال كابتن حشيش. وكانت اللعيبه بعد اقول حته كده لحسام ولا لا هنقول كل حاجه. طيب. احنا مش هنخبي طيب. حاجه بس احنا عايزين نروح للقطه مهمه دلوقتي لان كان كابتن الخطيب كابتن بيبو حرص ان هو يروح يزور اللاعبين دلوقتي وهنعرض لحضراتكم بعض اللقطات يعني اثناء المران وقبل سفرهم، حاجه اعتقد في منتهى الجمال ورفع الروح المعنويه ودايما بيكون كده في رسائل بيقولها لهم بتبقى بتفرق جدا كابتن حشيش مع اللعيبه. نتفائل بالزياره دي. والله العظيم على طول المنظر ده اتكرر والنتيجه بتبقى حلوه والنتيجه حلو. الحمد لله بتبقى كويسه. طبعا كمان المباريات او السفريات اللي بيسافر معاهم هو بقى بتبقى اختلاف تاني. لو تفتكري الهلال السنه اللي فاتت وكان برضو نفس الظروف وظروف صعبه في التاهل وسافر معاهم والمباراه بتاع تونس طبعا المونديال صح. فهو طبعا تاثيره قوي جدا جدا. هو تاثيره قوي من ايام ما كان لعيب حتى يعني واحنا بنلعب. يعني هقول لك على حاجه، كابتن خطيب في الفتره اللي انا كنت فيها ده ما كانش كابتن الفرقه، كان الكابتن الفرقه كابتن مصطفى عبد. بس هي كاريزما، لما كابتن مصطفى يتكلم كلمتين تلاقي كابتن خطيب يتكلم الناس بقى قاعده وبتبص ومركزه وبتاع. هو عنده الحته دي، يعني هو عنده حته الكاريزما وعنده ان يقدر ياثر في اللعيبه ازاي. طيب. يقدر يتكلم، حتى كان بيكلمنا كل واحد على حدة، بيكلم كريم غير ما يكلمني غير. هو له طريقة الحقيقة من زمان يعني يجيد الموضوع ده، فدوره كبير جدا جدا. وبعدين لما أكون بقى يعني الأسطورة أو كابتن النادي الأهلي أو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيتكلم مع حد طبعا يعني بيفرق. الشق المعنوي ده يعني بيعمل سحر بجد والله، يعني بيفرق جدا خصوصا يعني احنا بنتكلم في فكره هنا عندنا ست لعيبه كانوا مع المنتخب ورجعوا لنا وفي ضغط عليهم تحديدا هم لان يعني ما فيش يوم ولا يومين راحه حتى، ففكره التواجد ممكن يفرق كتير. بص يعني انا هوند عايز اقول لك حاجه، احنا بالذات المصريين او الشرقيين عموما النفسيه بتفرق معانا جدا. بتفرق جدا. العامل وهو رايح شغل الصبح لو مش مبسوط من بالليل ومزاجه رايق ويعني نفسيته حلوه مش هيعمل حاجه. لعيب الكوره كذلك، المذيع كذلك، احب اطلع على الهواء المذيع كذلك كويس. ايوه والله اموره والمكياج ومظبطه الدنيا محدش مزعلني خالص محدش يضايق قبل الهوا بتختلف بنعكس على وشك. صح فما بالك بقى لعيب كوره اللي بيبقى فيه، احنا مش عايزين نقول انه نازل معركه بس هي منافسه ومنافسه قويه جداً. لازم يكون الدافع عنده قوي جدا عشان يقدر يدي، من غير دوافع مفيش اي حاجه بتعمل. طيب خلينا بقى نقف عند النقطه دي ونستاذن حضرتك، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. عودة من جديد 10 الصبح في الأهلي وضيفنا العزيز كابتن محمد حشيش، ولكن قبل ما نكمل كلامنا بقى عن يعني النقطة اللي كنا وقفنا عندها، معانا على التليفون ومن خلال الشاشة زميلنا العزيز مينا ماهر وآخر كواليس ما قبل سفر بعثة النادي الأهلي. أنا تخيلت اللحظة ده مكالمة مش عارف ليه. يا مينا صباح الفل مرة تانية وكل سنة وأنت طيب يا مينا وعقبال مليون سنة. كل سنة وأنت طيب يا مينا. ربنا يخليكم وحضراتكم طيبين، بجد تحياتي ليكم مره اخرى، بجد تحياتي الساده المشاهدين. يمكن انتهى بالفعل تدريب النادي الاهلي استعدادا لمباراه المريخ السوداني، يعني يمكن تدريب شهد تالق كبير من جميع اللاعبين، شهد حماس كبير في الملعب. يمكن في الاول طبعا زي ما قلنا كان في تدريبات استشفائيه للاعبين يعني اللي رجعوا من معسكرات المنتخب ان كان المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، ولكن بعد التدريبات الاستشفائيه شاركوا بالفعل في التقسيمه اللي عملها مستر بيتسو موسيماني. كان تقسيمه عباره عن ثلاث تقسيمات لفريق النادي الاهلي، بصراحه شاركوا بشكل قوي جدا. يعني عايز اقول لكم الاجواء هنا مليانه حماس، الاجواء كلها تركيز على المباراه القادمه الحاسمه ان شاء الله تكون لنصيب النادي الاهلي يقدر يفوز ويحقق من خلال بوابه السودان يحقق الصعود لدور الربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. يمكن كابتن محمود الخطيب كان متواجد في المران، حضر المران وكان بيؤازر اللاعبين وبيشجعهم على اهميه الفوز في المباراه
المقبلة والصعود إلى دور ربع النهائي. يمكن ده حاجة متعودين عليها من دايما من كابتن محمود الخطيب، إن هو دايما بيؤازر الفرقة في خلال المباريات الهامة والقوية زي المباراة دي. الخبر المفرح والصار بالنسبة لنا جميعا وهو بخصوص اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. يمكن في بداية المران كان في جلسة حوالي 5 دقائق ما بين مستر بيتسو موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ ودكتور عمرو محب المترجم الخاص وكابتن عبد المنعم محمود عبد المنعم كهربا. يمكن بعد التمرين كلمت مع كابتن سيد حفيظ اللي اكد لي على ان كهربا قدم اعتذار رسمي لكابتن المستر بيتسو موسيماني ولكابتن سيد حفيظ واللاعبين، وقال انه ان شاء الله هيكون متواجد في خلال صفوف التدريبات الجماعيه مره اخرى للفريق بعد العوده من مباراه المريخ السوداني، وهيكون امر يعني مشاركته في المباريات راجع لمستر بيتسو موسيماني، لكن هيكون موجود بشكل مستمر في التدريبات الجماعية مرة أخرى بعد تقديم الاعتذار الرسمي لمستر بيتسو موسيماني وكل اللاعبين والجهاز الفني والإداري. خلاص يعني بالفعل في خلال ساعة هيكون يتم توجه اللاعبين إلى مطار القاهرة الدولي. يعني يمكن دلوقتي لسه التدريب منتهي منذ حوالي 10 دقائق، ويمكن اللاعبين دلوقتي بيجهزوا ليه ذهاب للأوتوبيسات وإن شاء الله يروحوا لمطار القاهرة الدولي. كل التوفيق وإن شاء الله كل الدعم لفريق كرة بالنادي الأهلي، إن شاء الله يقدم مستوى قوي ومستوى مطلوب، وكلنا أمال إن شاء الله النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني واثقين فيهم إن هم يقدروا يقدموا لنا مباراة قوية ويرجعوا لنا إن شاء الله بصعود لدور ربع النهائي. دي كانت كل الكواليس والأخبار المتعلقة بتدريب النادي الأهلي. عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. انا هروح بس معاك سريعا يا مينا قبل ما نختم، لان انا حابه جدا كمان الجمهور يعرف ما دار بين كابتن بيبو والفريق، يعني في اي حوار سمعته، في اي ملاحظات كابتن بيبو قالها لهم، عايزين تنقل لنا الصوره علشان برضو احنا حابين نعرف ايه اللي اتقال. دايما بيكون كابتن محمود يعني خطابه مع الفريق مشجع جدا وبيبقى فيه رسائل قويه، فحابين لو انت عندك اي معلومه تنقلها لنا، اتفضل. يمكن كابتن محمود كان موجود وحضر التمرين بالفعل، كان قاعد في جلسه مع كابتن سعد عبد الحفيظ، ما التقاش باللاعبين الى حد الان، ولكن بيتكلم مع كابتن سعد عبد الحفيظ ان هو بيبعت رساله للاعبين باهميه هذه المباراه واهميه الفتره الجايه ان شاء الله في مسيره دوري ابطال افريقيا وفي مسيره البطوله العاشره للنادي الاهلي. يعني يمكن كان بيتكلم مع كابتن سعد عبد الحفيظ على اهميه ضروره الانسجام وضروره التركيز مع جميع اللاعبين فيما هو متعلق داخل دوري ابطال افريقيا وايضا الدوري المصري. يمكن ما اتكلمش مع اللاعبين لانه كان اللاعبين سايبهم مركزين في التمرين، ما رضاش يوقف التمرين، ما رضاش يعني يوقف اي حاجه ليها علاقه بالتدريبات. يمكن بعد ما اللاعبين خلاص ودخلوا على غرف الملابس، وانا معاكم دلوقتي يمكن في جلسه ما بين كابتن سيد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب. رائع جدا، على كل حال كل التوفيق، واحنا اكيد في قناه الاهلي متابعين يعني الفريق خطوه بخطوه. شكرا ليك يا مينا. جدا جميل جدا اللي احنا برضو دلوقتي يعني شفناه، وعايزه بقى يعني هنعلق، بس انا عايزه اروح مع حضرتك علشان ما انساش انا وكريم النقطه دي. كنت عايز تحكي لنا كواليس على كابتن حسام البدري. صح كده؟ حسام كان يعني زي ما بقول لك هو يعني شخصيته جاده جدا، يعني احنا في اوضه اللبس طبعا لعيبه مع بعضها. لا ده من كام سنه بقى تقريبا؟ لا ده من كتير قوي بقى. عشان نعرف بس الشخصيه ما اتغيرتش بقى لها ثمانينات. يعني كنا وقتها مثلا يعني احنا 22 23 سنه 21 سنه. فحسام ما كانش بيحب ابدا الموضوع ده، فكنا عشان نستفزه او حد من اللعيبه طبعا يستفزه، لان ممكن حسام لو حد استفزه يتخانق على طول، يعني ما عندوش كنترول في الحته دي، فيجي يقول له ايه يا حسام ده انت زايد قوي، انت زدت ليه كده؟ يروح باصص له جامد كده بالبصه بتاعته يقول له زايد ازاي، يروح واقف قدام الاوضه اللبس كان فيها مرايات كده كبيره طبعا مزوقه في الحته، يقعد ازاي يعني لا لا لا، مش يقول له لا لا بص عندك الحته دي والحته، هو ولو حس بقى ان حد ضحك ممكن تتقلب بجد. طب وفي الملعب برضو كان الاتيتيود كده؟ لا يعني لا كان حاجه جامده جدا. حسام جد جد في كل حاجه، تركيبه شخصيه وكان فعلا. من اقوى اللعيبه اللي في الالتحامات اللي شفتها على مدار حياتي. يعني مش عايز اقول لك ممكن حسام كان لما كان بيلعب مساك لو واحد من الفرقه الثانيه بيشوط على الجون ممكن حسام ينزل بدماغه في رجله من كتر الجديه والقوه يعني. وعلى فكره هو بطل بدري نتيجه الالتحامات الصعبه. كنا في ماتش بطوله افريقيا في المغرب وكان في كره قصيره كده طاهر لعبها له، فبيعمل
تاكلينج بين دفاع وهي قصيره، فواحد كتب معاها هي دي اللي اثرت، جاله صليب وكان الصليب. ده معنى كده بقى ان المفروض يبقى فيه تحفظات كتير قوي عنده على التحامات اللعيبه بتوعه. طبعا في بعض المباريات بالشكل ده اكيد طبعاً. اكيد انما هو زي ما بقول لك ده هي الشخصيه ما بتتجزاش اكيد هي طبعاً. الشخصيه على بعضها كده هو شخصيه جاده، بس هو طبعا مدير فني كبير وله خبرات كبيره جدا مع النادي الاهلي ومع طبعا المنتخب الاولمبي، يعني ان شاء الله باذن الله كلنا وراه بنتمنى له طبعا كل خير يعني. طيب تعقيبا على بقى التقرير او يعني المراسل معانا مينا، ولنا قال لنا خبر كهربا تحديدا، ما هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. لازم اكيد نعلق على النقطه دي. طبعا في البدايه احنا قلنا لقاء الكابتن خطيب مع اللعيبه ده بيدي دوافع كبيره، وزي ما اتكلمنا فيه وعاده الكابتن الخطيب قبل المباريات المهمه وقبل السفريات المهمه بيقعد مع اللعيبه. الالازي من دي كمان برضه هو تصفيه الاجواء مع كهربا. ايوه لان اكيد الموضوع ده عامل برضه سنه كده في بعض اللعيبه، لان احنا بنبقى في الفريق بنبقى فيه ناس كلنا قريبين من بعض، بس في ناس بيبقوا قريبين قوي من بعض. فانا بتمنى انا زميل كهربا وصاحب كهربا اتمنى ان هو الموضوع بقى يعني ينتهي وانه يرجع الملعب ويبقى معايا في المعسكرات ويبقى معايا في السفريات وكده، مع ان هو اتعلم برضو يعني لان القرار كان واضح يعني من النادي الاهلي هو شهر بالظبط يعني و200 الف جنيه وفي ناس تدخلت كتير جدا. طب كفايه، طب نخفف، مفيش فايده. هم من 3 مارس هيبقى 3 ابريل مباريات مفيش، في البدايه اتدرب مع الناشئين. انا عاجبني كمان قوي بقى اللقطه بتاعه المصالحه في الملعب دي، عجبتني جدا جدا. حضرتك بتضحك قوي، تعبير حلو قوي من اللعيبه ان هم يعني اما مشي عملوا له ممر ومشي وقعدوا يضربوه، ده يعني عايزين يدوا برضه انطباع انطباع للمدرب ان فعلا احنا مقتنعين ان الكهرباء غلط واحنا بنأدبه بعد ما ايه هم اعتذر يعني. بالشوت اللي حضرتك وقفت عنده ده اللي احنا شايفينه او كنا شايفينه من شويه، هو ده ترجمه فعل يعني عمليه لفكره ايه صافي يا لبن حليب يا بالظبط كده. واحنا يعني انا حسيتها كده واحنا يعني. مستر موسيماني احنا كمان خدنا لك حقك اهو بنضربه اللي بيضربه بقى بالبنيه واللي بيضربه باللي مش عارف ايه. فبصراحه لقطه حلوه، وبص برضو الروح الجميله الشناوي بتاعه برضو. طبعا القائد بقى بص طبعا هو اللي بتابع بما فيهم على فكره الجهاز بيضرب هي فرصه كويسه هي الحقيقه فرصه ان موسيماني ياخد حقه فالحقيقه لا يعني حلوه قوي، اتعملت بشكل حلو، روح اللعيبه مع بعضها حلو، مش مجرد واحد اتعاقب وبعدين مش في كمان ضغينه ونفسيه وحساسيات. وبعدين برضو كريم في حاجه برضو، ما هو في لعيبه المساواه في الظلم عدل زي ما بيقولوا صحيح. يعني انا ما ينفعش ان انا لعيب يعمل موقف ياخد حاجه واللعيب الثاني يعمل اكتر منه ما ياخدش نفس القصه. فواضح ان كلهم مقتنعين باللي حصل والحمد لله مبسوطين ان زميلهم رجع، ولان ممكن انت تكون نازل التمرين وانت خلاص قدمت اعتذار وزي ما بيقولوا العمليه مشيت، بس انا من جوايا كلاعب تاني اقول لك بص يا عم صالحوه رجع وعمله. اللعيبه كلها روحها كويسه مع بعضها، وده يدي انطباع ان شاء الله خير على المباراه اللي جايه. طيب نسال اسئله صعبه شويه. قولي خشي على التقيل يعني حاجات ليها علاقه شويه، ما تقوليش كلهم واولادنا طب قولي مين اللاعب اللي حضرتك بتشوفه بغض النظر عن ان هو يعني احترافيته، انا بتكلم ذكائه. تمام مين اللي بتراهن على ذكائه في فكره ان هو الانضباط، يعني ان هو حاطط فكره الكيان اللي بينتمي ليه في دماغه كويس قوي، محافظ على التمرينات، على حسن السير والسلوك، مين؟ عايزه واحد بس غير الشناوي. هم كذا واحد. ما انا عارفه الرد ده، انا عايزه واحد بس. لا والله هو كذا واحد، يعني بصي هو في واحد كبير واحد وسط. انا بالنسبه لي يعني كلاعيبه وليد سليمان كنت متاكد انك هتقول نمره واحد اول ما قال كبير ووسط خلاص. وليد سليمان، وده مش هيبقى غريب على الناس اللي انا بقوله طبعا، لانه كله اكيد توقع انه وليد سليمان. لعيب كبير مر بظروف كبيره جدا بقى له فتره كبيره مع النادي الاهلي. خلي بالك برضو ما انت بتقيسي الانتظام والحاجات دي كلها مع طول المده. ايوه مش واحد يقعد سنتين ويبقى منتظم بقى. لا لو بتكلم على وليد سليمان بقى له سنين مع النادي الاهلي ومر باصابات ومر بمدربين كتير، ومدرب يلعب ومدرب ما يلعبوش. هو وليد سليمان واحد حاطط هدف هو النادي الاهلي. صحيح. ومين تاني؟ النمره 2 برغم انه مش ابن النادي بدر
لا السولية. بعتبره ان هو لعيب نموذج. عمركم سمعتوا مشكله للسولية من اول ما جه؟ تأقلم مع مبادئ واخلاقيات النادي الاهلي على طول، صح؟ عشان هو جاي كده كمان، يعني هو جاي عنده استعداد. ما ممكن يكون عندي استعداد ان انا ابقى كويس بس اروح نادي الدنيا بايظه فيه النية موجودة اخش لكن مع الناس طبعا. انما هو واضح ان هو متربي كويس واخلاقيا كويس، انا عمري ما شفت له بصراحه مشكله. وحتى اللي جاي النادي الاهلي من بره النادي الاهلي وفي شويه شقاوه طبعا بيعرفوا بص بينصهر جوه صحيح. النادي الاهلي لانه بيشوف الامثله اللي قبل ما يروح وهو موجود اللي بيعمل كده. شفنا احنا اكبر مثل كهربا. طبعا كهربا وصالح، يعني في كذا الناس اللي النادي الاهلي بيدي فرصه. والثانيه الثالثه خلاص بقى لو هو مثلا ميسي موجود مش هيفرق مع النادي الاهلي، لان المقوله الاساسيه بتاعه النادي الاهلي ما بيقفش على حد. النادي الاهلي ده منظومه وكيان ومجموعه من اللعيبه بتسلم مجموعه، اجيال بتسلم اجيال، كلها بتمشي بمبدا كويس. سر نجاح النادي الاهلي ايه؟ هو المبادئ اللي موجوده فيه. اي حد بيجي بقى زيد عبيد مش عارف بيكمل على هو بيخش على طول لان السيستم ماشي صح. بس في الاجيال القديمه برضو انا حابه اعرف، يعني عايزه اخش شويه في حته يعني ايه نعرف اللعيبه على المستوى الشخصي اكتر. تمام. الاجيال القديمه وجيل حضرتك كان برضو في لاعب مش هقول مشاغب على قد ما طبعه صعب مثلا شويه. بص هو في كان في لعيبه في النادي الاهلي وكان على مستوى عالي جدا جدا واتجهت اتجاهات يعني ما تتناسبش مع الاول الرياضه والكوره والنادي الاهلي. فمجرد وكانت من احسن اللعيبه اللي متوقع لها ان هم يكسروا الدنيا على مستوى مصر وافريقيا وسابوا النادي الاهلي ومشوا. نقول اسامي يعني مفيش داعي الناس كلها عارفه. يعني الاجيال القديمه بتاعتي طبعا عارفه وكان لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. اللي بيستمر مع النادي الاهلي هو الانسان المنضبط ويليق باخلاقيات النادي الاهلي. صح. طيب تعالى بقى نرجع لتفصيله تانية ليها علاقه برضو بلعيبه النادي الاهلي بطبيعه الحال والمنتخب. فكره ان هل يعني تعالى خلي القماشه اعرض كمان، مش لازم تمام. مش لازم نخلي اللي هقوله ده حكر على لعيبه النادي الاهلي. فكره ان يكون عندك لاعب في فريق من الفرق الكبيره ولاعب في المنتخب في نفس الوقت، هل في مساحه انه يبقى متالق مع فريقه لكن ما تشوفش نفس القدر من التالق مع المنتخب، او العكس اخدم في الاعتبار ان هو طبعا بيمارس مهامه مع الفريق بمعدل اعلى بكتير عن معدله مع المنتخب؟ بص انا في رايي ان الانسان المنضبط اول حاجه واللي على مستوى عالي وفنيات عاليه ومهاره المفروض انه يبقى اداؤه في النادي بتاعه زي اداؤه في المنتخب. ده المفروض. بتختلف بقى من يعني ايه من لعيب للعيب. ممكن يبقى لعيب كويس قوي في نادي بس النادي ده ما عندوش انضباط وما عندوش نظام وما عندوش هدف دايما قدامه. يعني الاهداف معروفه في النادي الاهلي. ايه الاهداف؟ الهدف الرئيسي انت لازم تفوز، البطوله بالظبط. اعمل بقى كده اعمل كده انت البطوله. انديه ثانيه ما بقاش عندها الدفع ده، فانت اوريدي مش متعود عليها كريم، لان انت تبقى دايما نمره واحد. مربع ذهبي ماشي، المنطقه الدافيه ماشي، الدنيا ماشيه، فما عندكش الدافع والاصرار اللي ينعكس على تصرفاتك. النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي عشان جايين من الكيان ده وعندهم نمره واحد البطوله، فهتلاقيه عايز البطوله في اي حته. ما ينفعش ابقى عايز المكسب وانا في النادي بتاعي ولا لما اروح منتخب مصر مش فارق. لا ما هو خلاص بقت في الدم وبقت تربيه وبقت عقيده جواك ان انت لا مكسب. عشان كده بتلاقي لعيبه في انديه معينه بتيجي من الاداء مش قوي او لو خسرت. يعني انا متاكد وانا مريت بمنتخبات وعارف بتلاقي، مش عايز اظلم طبعا اللعيبه كلها، في لعيبه تانية محترمه جدا في جميع الانديه، بس دايما لعيبه النادي الاهلي في المنتخبات بيبقوا اكثر الناس التزاما. بيبقوا لو لا قدر الله حصلت نتيجه هو تلقائي زعلان متضايق، بتلاقينا يعني ممكن حد تاني مش في دماغه. لان هو عارف لعيب النادي الاهلي عارف انه هيرجع النادي الاهلي، النادي هيساله على الكلام ده. لان النادي الاهلي بيحاسب لعيبته في المنتخب كمان
أدائك في المنتخب عامل إيه كذا كذا كذا. الحتت التانية مش فارقة الدنيا، هو بالنسبة له إن أنا كويس إن أنا واحد من عندكم راح المنتخب بالبلدي كده. فمش فارق، كويس ان اشتركت. بس المنتخب ده يعني فرصه لاي لاعب ان هو يظهر، ان هو يثبت نفسه، يعني ان هو يشارك، دي نقاط انا عايز اقول لك. لا يعني لعيبه النادي الاهلي بيبقى حاطط لنفسه هدف، انا عايز اكسب، انا عايز بطوله، انا في تاريخي هعمل كام بطوله بالظبط، انا في تاريخي عايز العب افريقيا وعايز العب كاس عالم لانديه وعايز احترف، واخده بالك؟ كذلك في المنتخب لما اروح مع المنتخب مصر عايز ابقى اكتر المشاركات، حاصل على بطولات. يعني بصي الدوافع دايما موجوده، في بعض الاحيان بقى الناحيه الثانيه ما بتلاقيش. في بقى لعيبه برضو مش واخده على الضغط العصبي في انديتها، زي بقول لك فرق معاه المكسب زي الخساره زي مش عارف ايه. الدنيا مريحه عندك. منتخب مصر جمهور اكبر من الانديه، ده جمهور مصر كله، فالضغط يبقى جامد. في لعيبه ما بتستحملش الضغط ده، بتروح تتفاجئ بحاجه تانية في المنتخب، بتتفاجئ ان انت الباصه بتفرق معاك. الناس تقول لك ده باصه، شفت الكره اللي باصها مش عارف، وهو بيلعب في فرقته. النادي الاهلي غير كابتن حشيش، يعني في حتى لعيبه ممكن تتالق، او من غير ذكر اسماء يعني، او في الانديه بتاعتها، في الانديه بتاعتها وربما النادي الاهلي هدافين كمان، ولكن وعندنا تجارب بدون ذكر اسماء كتيره، ناس كانت مكسره الدنيا وكانت يعني الانديه عايزه تخطفها. جات عندنا النادي الاهلي برضو للاسباب اللي انا قلتها، برضو تلاقيه ما ويمشي ويرجع تاني ومفيش فايده، هي هي طباع. صح، والوقت بيجري. ما انا عارف انه بيجري، والكلام معاك دايما حلو، تجيبوني شويه صغيره كده وامشي والله، ودايما الكلام معاك حلو، ودايما بنسعد بوجهات نظرك وبرؤيتك وكلامك الجميل. شكر جدا، نورت الدنيا كالعاده. نورتنا كابتن حشيش، وان شاء الله بقى قريب لو هتلعبوا. انا كنت متفق مع كذا يعني كابتن، ايوه ان احنا كذا كابتن غيري، لا هنلعب بقى مع بعض كره قدم، والله هنعملها ان شاء الله. انا بس عايز اقول حاجه اخيره خالص. اه اتفضل يا فندم. ببارك للكابتن اسلام الشاطر على المنصب الجديد اللي مسكه طبعا في قناة النادي الأهلي. إسلام يستاهل، هو شاطر، اسم على مسمى، كادر مهم جدا جدا. أنا عشرته سنين في القناة، مكان كنا مع بعض في الاستوديو في البرنامج اللي كان عامله سهرة معه، الحقيقة كان متألق. هو كمذيع غريبة جدا، عنده كاريزمة المذيع يعني كده. هو لاعب أصلا كورة بس هو عنده كاريزمة المذيع. وعايز أقول لك ما بيحضرش يعني، دي من أسراره بقى، ما كانش بيحضر بقى عشان شاطر، عشان شاطر وليه مكافات. فربنا يوفقه، اضافه طبعا كبيره للقناه ان شاء الله، قناه الاهلي واستادات وكل اللي بينتمي للكيان ده في الصداره باذن الله. كده نهايه الاسبوع و10 صحف الاهلي اخر حلقه، هنشوف حضراتكم يوم الاحد، واكيد اخبار جديده وتقارير جديده وضيوف مختلفه، وان شاء الله كده دايما ننهي نقول يا رب باذن الله النصر للاهلي وللمنتخب باذن الله. صباح الفل.